اكثر شيء بنسمعه نحن الصبح هو فيروز. فتت لي نظره غنيه لفيروز بتعرفوها كلكم هي على هدير البوسطه. جربت تتخيل شو كانت ردة فعله شوفير البوسطه لما طلعت معه فيروز بالبوسطه عم بتغني؟ فانتوا حتشوفوا البي او في تبع شوفير البوسطه وفيروز عم بتغني. اوكي صباح الخير تفضلي اهلا. دفع عن نزلي عند النزلي بتدفعي. نحن كنا طالعين بهالشوب وفطصالي. افتح لك الشباك. افتح لك الشباك عندي كمان. واحد عم ياكل خس. مين عم ياكل خس حاف؟ واحد عم ياكل تين. أولتين. هو ومرته ولو شو بش عامل شو بده بالعالم هاي نيالهم شو عبان كل هيدا ونيالهم هاتي سلافهم لو بتسكر الشباك يا معلم ما هلأ كنت فطسانة حسكره عم سكره روي الهوا يا بلوك عيب ونزلي هون مني بقى وني وصل على التنور انزلي انزلي لو بتشوف لك انزلي هون كمان موقفت هون في غنية لفيروز كان فيها مقطع غريب ما بعرف كيف كانت تقطع معنا هي غنية كان الزمان وكان سو كنا عم بسمعها كان الزمان وكان في دكاني بالحي غنية حلوة وبنية الصبيان يجي نلعب على المي اوه شو كيوت يبقى حنا سكران شو قاعد خلف الدكان عم بيصور بنت الجيران لحظة شو لا 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 لحظة شفتوا زلمة سكران عم بيصور بنت الجيران الصغيرة وعم ترقصه لا 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 بيقول كفى ما حدا شاف ابعاد تاني للقصه ابعاد وكفى يور ويلكم بس اكشلي فيروز جربت تعمل شيء كانت عم تبعت نداء استيقاظي بالاخر العالم فكرتها عم تنغمها هي كانت عم تعمل وتذكري حنا